السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على لوسون كو. لوسون كو، فأولا مرة نتعرفوا على هذه الكلمات. فعنا كادو كادو، كيستيون كيستيون، أوكازيون أوكازيون، كيلو كورال، كوك كوك، اي تيكي. فشنا هو لسون اللي تكرر ليا في جميع هاد الكلمات؟ نعم، هو لسون كو. دونك قلنا كادو كادو، كيستيون كي، كيلو كي، كورال كو، اوكازيون كا، كوك اي تيكي. دونك لو سون اللي تكرر ليا هو لو سون كو. فاللي كنلاحظو هو لو سون كو كيتكتب بطرق مختلفه. Il existe un grand nombre de façons d'écrire le son que. La première façon d'écrire le son que avec la lettre C. Le son que peut s'écrire avec la lettre C en toute position dans les mots. يعني le son que كنكتبوه بلا lettre C في toutes les positions dans les mots. يعني في أول كلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. نشوفوها في أول كلمة. example كاسرول كاسرول. ف la lettre C كنقراوها بلو son que إلا كنتبعها لي فوايل A O U أو لي كونسون R و L، فكنقراوها بلو son que. داكوغ، دونك هنا عندي C تبعها A دونك قريناها K كاسرول. نشوفوها في لانتيريور يعني وسط الكلمة كوم شوكولا شوكولا. لتر سي قريناها بلو سون كو لانو تبعها فوايل او. وفي اخر الكلمه كوم افيك افيك، هنا لتر سي قريناها بلو سون كو. داكور. لا دوزيام مانيير ديكرير لو سون كو افيك دوبل سي سي سي. On ne trouve la graphie double C, يعني CC, qu'à l'intérieur des mots. يعني هاد لا graphie كتكون في وسط الكلمة، ما كتكونش في أول الكلمة، ما كتكونش في آخر الكلمة، كتكون في l'intérieur des mots، يعني في وسط الكلمات. Example accord accord. ف double C أو CC كنقراوها بلو سون كو إلا كان تابعها فوايل O أو A أو U أو لي كونسون L و R. داكور. أما دوبل C يعني سي سي إلا كان تبعها I أو E أو E، يعني E أكسون إيغو أو A E أكسون غراف، فكنقراوها بكس كس كوم فاكسان فاكسان. أو وعندنا أيضا أكسون أكسون. داكوغ، كنقراوها بك س كس. أما إلا كان تبعها لي فوايل أو أ أو أو لي كونسون أر إل، فكنقراوها بلو سون كو. تخوازيام مانيير ديكخير لو سون كو أفيك لا لتر كا. لو سون كو بو سيكخير أفيك لا لتر كا أون توت بوزيسيون دون لي مو، يعني بجميع لي بوزيسيون، في لو ديبي في أول كلمة، في لانتيريور في وسط الكلمة، et في la fin في آخر الكلمة. دونك نشوفوه في لو ديبي كوم كونغورو كونغورو. دونك هنا لا لتر ك قريناها بلو سون ك كونغورو. عندي ايضا كاكي كاكي، هنا عندي لا لتر ك في وسط الكلمة ايضا في اول الكلمة كاكي. وفي لا فان كوم انوراك انوراك. ف لانوراك هي لا فيست دو سبور لي كتكون كورت اي امبرميابل، دونك كتسمى انوراك. لا كاتريام مانيير ديكريغ لو سون كو افيك كو سويفي دو او، افيك لا لتر كو سويفي دو او. اون تروف لا غرافي كو سويفي دو او او ديبي اي ا لانتيريور دي مو،
يعني هاد لا غرافي اللي هي كو كنلقاوها في اول ووسط الكلمات داكوغ. نشوفوها في اول كلمه كوم 4 دونك كو الا كانت حداها او كنقراوها بلو سون كو نعنا 4 وفي وسط الكلمه كوم بريكي. alors autre manière d'écrire le son que avec la lettre Q. On trouve la graphie Q uniquement à la fin des mots. يعني Q إلا كانت غير بوحدها ما تبعهاش U كتكون فقط في آخر الكلمة. Comme coq et 5. Donc عندي coq et 5. La lettre Q كنقراوها بلو سون Q. Coq 5. Alors, on peut écrire le son que avec C suivi de H. Alors, les lettres C, H, qui est on a dans le son que. On trouve la graphie CH au début et à l'intérieur des mots. Donc, à de la graphie C suivi de H, qu'elle qu'auhaf awel ou wasat le kalimet. Donc, nous chauffons awel kalimat. Chronomètre. Chronomètre, donc il y a C suivi de H quand on a le son que, comme chronomètre. Orchestre, il y a une fausse kalima, orchestre. Et la dernière façon d'écrire le son que, avec les lettres C suivi de K. C, K. Alors on trouve la graphie C. K à l'intérieur et à la fin d'un mot. يعني هاد لا غرافي لي هي السيكا كنلقاوها في وسط وفي اخر الكلمه ما كتكونش في اول كلمه داكور. دونك السيكا اللي كنقراوها بلو سون كو كتكون فقط في وسط وفي اخر الكلمه. دونك هنا عندي جوكي. دونك سيكا قريناها بلو سون كو جوكي. وفي اخر الكلمه كوم بيفتك. دونك هنا سي سويفي دو كار قرينها بلو سون كو بيفتك. اون ريكابيتول il existe un grand nombre de façons d'écrire le son que. On peut écrire le son que avec la lettre C comme classe. On peut écrire le son que avec double CC comme accorder. On peut écrire aussi le son que avec la lettre K comme karaté et avec la lettre Q comme 5. On peut écrire également le son que avec les lettres Q plus U comme paquet et avec la lettre CH comme chlore. Et la dernière façon d'écrire le son que, c'est avec les lettres C, K comme stock. Fa voilà, hadou huma les 7 façons d'écrire le son que. Nitmenna ders lyom tkunou stafdou menno w tcharkouh ma asiqaakoum w ahbabkoum 'abra mawaqi' at-tawasul al-ijtimaa'i li kitaamel fa'ida w ntlaqaw f hissa muqbila inshaallah.